القذائف كانت بيكون وزنها حوالي 1000 رطل و500 رطل، والمكان اللي احنا فيه ده كان اسقط فيه فعلا قذائف من دي او قنابل من دي. المكان اللي احنا فيه ده هو المسلة او ميدان الشهداء، وهو شاهد على معارك الطيران اللي حصلت ما بين الطيران الإسرائيلي وما بين الدفاع الجوي. الطيران الإسرائيلي كان بيجي هنا في مدينة بورسعيد يسقط القذائف ويسقط القنابل الزمنية، والقذائف كانت بيكون وزنها حوالي 1000 رطل و500 رطل، والمكان اللي احنا فيه ده كان أسقط فيه فعلا قذائف من دي أو قنابل من دي. والمكان ده كان فيه حفر، لما رجعنا من الهجرة لقينا هنا فيه حفر كتير جدا في ميدان الشهداء. النخيل اللي موجود هنا حوالينا شاهد على هذه الأمور، لدرجة ان جذوع النخيل اللي موجودة هنا فيها ثقوب موجودة. الثقوب دي نتيجة الشظايا المتطايرة من أثناء القصف من الصواريخ ومن القنابل الإسرائيلية اللي كانت بتسقط على هذا المكان.